يلا 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 زد رصيدك يلا يلا يلا. يا الله وش اللي قاعد يصير؟ تعبت من كل شيء، تعبت من كل شيء وماني قادر أوصل، مليت، تحفيز ما في، عشت الغربة، عشت المعاناة، حتى كلام الناس قاعد يحبطني. طيب أنا أبغى أحقق طموحاتي وأهدافي، كيف راح أوصل؟ وكيف راح أتجاوز كل شيء؟ عوائق في كل مكان أمشي فيه، تعبت، تعبت والله تعبت. يا الله وش اللي سلطان، سلطان من أنت؟ أنا الغربة في كل حالة من حالاتك، في كل حالة من حالات الغربة تشوفني قدامك تنفس، أنا سببها، اشتياقاتك أنا سببها، حتى أني أحيانا ما أخليك تركز بعملك ودراستك أنا سببها. يعني بالمختصر يا سلطان، أنا مستمتع أني قاعد أطقطق عليك وهزمك، مسكين يكسر الخاطر سلطان، شو سلطان استمتع بالغربة. تعال تعال، وين رحت؟ أنت ليش تبي تحطمني؟ ليش اللي قاعد يصير؟ قاعد تدورني؟ مين أنت بعد؟ ترى الموضوع بسيط. أنت مين؟ أنا الواسطة، تسلمني نظيف؟ أسلم نظيف، وراك فائدة؟ أعطيك قد ما تعطيني، ما وراك شيء يا حبيبي تحلم. حسبي الله عليك، انت يا الواسطة حسابك عند ربي كبير، انت شلون تعطين شخص ما يستحق الامكانيات ولا يستحق المكان هذا، وفي المقابل في شخص افضل منه امكانيات وافضل منه اهداف، في الاخير تقتلينه وتقتلين طموحاته واحلامه، ليش؟ ليش؟ انت مين بعد؟ انا المال يا سلطان، يا طفران يا كيحان، اجل تبي تصير تاج ورجل اعمال؟ شوف وجهك انت، وجهك وجه تجاره، تجاره ربح وخساره، انت كلك على بعضك خساره. مستحيل تصير تاجر يا طفران، تبي سلف؟ قال ايش؟ قال بيصير تاجر، بدري عليك. المال مال الله وعلى الله التكلان، وإذا الله رازقني شيء راح أخذه غصب عن كل شخص. الله يقول إن الله هو الرزاق الكريم، وصدقني ترى السماء ما تمطر ذهب ولا فضة، لكن علينا إن إحنا نعمل، وصدقني ما راح أوقف عن العمل وراح أواصل بإذن الله. سلطان أنت مين بعد؟ يا سلطان ما عرفتني، أنا مشهور. أنت مين؟ أنا المجتمع، يعني تقدر تقول آلاف الأشخاص وطباعهم فيني أنا، وبصراحة مع مشاورة نفسي أكثر من مرة لا 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 مو عاجبني الموضوع أبدا، مو عاجبني أبد، وأتوقع أنك بصراحة مقدر لك الفشل، وعشان كذا وظفت كل عامل عندي أنهم يقابلوك في كل زاوية بحياتك، يحطموك، يقيدونك، يهدموك. سلطان انت معك المجتمع، اذا انت معك المجتمع انا معي الله، انا معي الله ومعتمد على الله سبحانه وعلى دعوة والديني، ما علي من مجتمعكم السلبي المحبط هذا، وصدقني ترى كل العقبات اللي قاعدة نعيشها في حياتنا هي مجرد امور وراح نتغلب عليها، وفي مقولة يقولون اجعل من كل المقومات سلم للنجاح عشان توصله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، أخوكم سلطان منيف السهلية أبو نهيان،
رائد أعمال وحاصل على شهادتين ماجستير من بريطانيا وبكالوريوس محاسب من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حاخذ فيكم جولة بسيطة عن بعض الأعمال اللي حققناها وأنجزناها في غضون سنوات، وهذا يدل على أن البلد فيها خير وريادة الأعمال فيها خير. حياكم. رسالتي لكل الشباب، قوم وانهضوا وابدا من الحين وحقق طموحاتك واحلامك بنفسك. الحياه يبغى لها جلد وصبر وعزم واراده. الجلسه ما فيها خير. السلام عليكم.